أسئلة كتير بقت مطروحة في الوقت الحالي بخصوص الأزمات والإشكاليات اللي ابتدى يسببها الذكاء الاصطناعي في المهن والوظائف المختلفة. احنا شفنا هو الذكاء الاصطناعي بنحاول نخلق بيه خلايا احنا دلوقتي عندنا في وظائف ممكن تبقى مش موجودة. من أكتر الأسئلة المطروحة دلوقتي، يا ترى الـ AI ممكن يكون سبب في اختفاء مهنة زي مهنة رسام الكاريكاتير أو رسام كتب ومجلات الأطفال؟ يا ترى رسام الأطفال هيتأثر في ظل التطور المرعب اللي بيفرضه الذكاء الاصطناعي؟ طبعا مع ظهور هذه البرامج دي أسئلة كتيرة محتاجين فعلا إجابة عليها. مع ظهور برامج تقنية قادرة على صناعة هذه الرسومات في وقت قليل بدون مجهود، أسئلة كتيرة هنطرحها دلوقتي على ضيفنا الأستاذ مصطفى برشومي، رسام كتب الأطفال ومدير تحرير مجلة سمير. صباح الخير عليك يا أستاذ مصطفى. صباح النور يا فندم، صباح حضراتكم ايه؟ يا اهلا بحضرتك، بخير والله يا فندم. هل الموضوع فيه خطوره فعلا على رسامين كتب الاطفال؟ يعني هل الذكاء الاصطناعي قادر ان هو يحل محل رسامين كتب الاطفال في هذا المجال؟ لا طبعا. لا طبعا. هو قولا واحدا. قولا واحدا. ليه؟ لكذا حاجه. اول حاجه هو خطر على الرسامين، هما ما بيطوروش نفسهم. يعني تمام. هو الذكاء الاصطناعي هو زي حافز او مش حافز. هو لازم احنا نطور نفسنا كرسامين عشان نعرف نجري. ما طورناش نفسنا هنقع. دي حاجه. طيب هنطور نفسنا عشان نجدد في الاشكال ولا في التكنيك ولا في الالوان ولا في الادوات ولا في القصه في حد ذاتها، التفاعل مع المؤلف القصه في حد ذاته، يعني هنطور نفسنا ازاي؟ هنطور نفسنا في تكنيك الرسم، وازاي نطور اساليب التلوين، وازاي نخلي نرفع كفاءتنا اكتر في الرسم. طيب مثلا استاذ مصطفى، يعني اعتقد يعني انه الطفل مش هيفرق ما بين الصورتين، سواء كانت صوره رسام اللي عاملها او معموله بالذكاء الاصطناعي. في الحاله اللي زي دي اعتقد انه في فعلا خطوره على الرسامين، حتى لو ما طورش من نفسه يا فندم، يعني حتى لو صمم صوره بتناسب الموضوع اللي هو اللي مكتوب عنه القصه. انا معاك. هو الطفل بس مش هيفرق عنده بعض الامور، في تفاصيل صغيره كده ما ياخدش باله منها، تفاصيل فنيه بسيطه، مش الطفل مش هياخد باله منها. واذا كان في برضه في شركات دلوقتي ودور نشر بقت تعتمد على الذكاء الاصطناعي في انتاج الكتب وانتاج القصص. ده وارد. قلقانين من الذكاء الاصطناعي ولا قلقانين من فكره ان الاطفال نفسهم يبتدوا هم يرسموا شخصيتهم اللي هم حابينها باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويبتدوا هم يعملوا عالمهم؟ واعتقد انه هيكون اقرب للاطفال لما يكون الانتاج من اطفال. ما هو انتاج الرسوم بالذكاء الاصطناعي مش انتاج. انا لما اكتب حاجه اكتب له مثلا انا عايز كذا كذا، هو يديها لي. فده لو انا هقول على نفسي انا انتجتها كرسام بضحك على نفسي. يعني مثلا انا اشرفت على ورش رسم الاطفال كتيره، وخصوصا في مجال التمييز. الاطفال اللي بترسم شخصياتها بنفسها بايديها دي، الطفل بيبقى مرتبط بيها نفسيا عن لو هو انتجها بالذكاء الاصطناعي. يعني المجال الابداعي برضه هيفضل موجود، والارتباط النفسي على الاقل هيبقى موجود. كل الشكر ليك يا استاذ مصطفى برشومي، رسام كتب الاطفال ومدير تحرير مجله سمير، شكرا جزيلا لحضرتك.